الأحد 15 من أكتوبر، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس وتتابعونا معنا اليوم. رئيس البنك الدولي يقول أنهم مستعدون لتقديم الدعم لإعمار المناطق المنكوبة في ليبيا، و2.3 مليار دينار هو حجم المبادلات التجارية بين ليبيا وتونس في أقل من سنة. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلس، أهلا بكم. والبداية كالعادة نأخذكم إلى جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار تنضم إلينا مباشرة من صحيفة صدى الاقتصادية زميلة نسرين سليمان. نسرين مساء الخير. مساء النور وفاء، رحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا في برنامج اقتصاد بلس وفقرة صحيفة صدى. أهلا بك. إذن بداية نسرين، ما وضع المنظومة المصرفية وباقي العمليات كسحب وتنفيذ الحوالات والاعتمادات أيضا في شرق ليبيا بالتحديد بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت في بنغازي؟ طبعا كشف مصدر مصرفي بتصريح خاص به صحيفة صدى الاقتصادية عن عودة المنظومة المصرفية للعمل وباقي العمليات كالسحب وتنفيذ حوالات واعتمادات وغيرها يوم الخميس الماضي بعد توقفها المدة الماضية بالمصارف اللي تقع إدارتها بشرق ليبيا، وذلك طبعا بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت بمدينة بنغازي. المصدر كشف بأن كافة العمليات توقفت عن المصارف اللي تقع إدارتها العامة شرق البلاد بسبب انقطاع الاتصالات الأيام الماضية. نعم، طيب تحصلتم على مراسلات صادرة من وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي وإدارة الرقابة بالمصرف المركزي، ماذا جاء فيها؟ طبعا تحصل صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلات وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي وإدارة الرقابة بالمصرف المركزي واللي تفيد بإعداد وحدة المعلومات بتقرير مالي تحليلي عن عمليات اشتباه تم إحالتها إلى مكتب النائب العام وحظر الشركات المستفيدة بالإمارات لدى المصرف. وفقا لوحدة المعلومات المالية فإن هذه الشركات تم منحها من قبل المصرف اليقين اعتمادات مستندية بأكثر من مليار دولار، عليه خاطبت إدارة الرقابة المصارف التجارية كافة المصارف بحظر هذه الشركات. نعم، طيب نبقى في القطاع المصرفي ونمر لتصريح محي الدين بعيج مدير إدارة المعلومات والتخطيط بمصرف الجمهورية. كما تحصل صحيفة صدى الاقتصادية على تصريح حصري مصور من مدير إدارة المعلومات والتخطيط بمصرف الجمهورية اللي تحدث لنا عن تطبيق معايير لجنة بازل على المصارف للتطور المصرفي. حصل هذا التصريح من خلال هذا الفيديو. طبعا بلا شك مواكبة للتطور المصرفي العالمي والعربي والإقليمي، المصارف الليبية تحدو حدو هذه المصارف وبرعاية شركة مهارات وجمعية الخبراء الأردنيين واتحاد المصارف الليبية. تم تنظيم هذا الملتقى الذي بلا شك سيعود بالفائدة والنفع على المصارف في دراسة وتطبيق معايير ومتطلبات لجنة بازل 3 للرقابة المصرفية وأثرها على المصارف الليبية كتحدي جديد وكمواكبة للتطور المصرفي بشكل عام. ونختم مع ما ذكره موقع ميدل إيست المونيتور حول ملف إعادة أعمار درنة. طبعا ذكر موقع ميدل إيست مونيتور الخميس أن ملف إعادة مدينة درنة في الوقت الحالي، إعادة أعمار مدينة درنة في الوقت الحالي، هو فوق قدرات السلطات المحلية وهو مفهوم واسع يتجاوز أعمال البناء والتشييد ويمتد إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يتطلب استقرار سياسي وإداري وموارد كافية واستراتيجية قوية ومؤسسات فعالة، وكلها أمور مفقودة في ظل الظروف اللي تعيشها ليبيا اليوم. أشارت الدلائل الأولية إلى أن الحكومة الليبية المعنية من قبل البرلمان برئاسة أسامة حماد تريد الهيمنة على ملف إعادة الأعمار حسب التقرير، وسارعت بالدعوة إلى مؤتمر دولي في هذا الصدد، لكنها أصرت على المضي في هذه الخطوة بمفردها بأنها قد تواجه تراجع وتفاعل محدود لأنها غير معترف بها دوليا طبعا حسب التقرير. وأوضح الموقع أن سيكون هناك خيار أمام هذه الحكومة هو الاعتماد على الشركات المصرية في المباني السكنية وفي البنية التحتية مثل المدارس المرافق الصحية، على أمل أن يوفر لها البنك المركزي التمويل اللازم، لكن العمل سيكون محدود وقد يواجه أيضا تحديات تتعلق بالوضع السياسي. نعم. بينها احتمال الاتفاق على تغيير الحكومة أو تطور الصراع بشكل يحرمه من التمويل اللازم. واضح، شكرا لك يا زميلة نسرين سليمان على هذه الجولة الإخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية. نمر الآن إلى فقرتنا الموالية الأخبار.
آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. إذن إحالة حوافز رواتب سبتمبر إلى مصارف سرت. اسكتلندا تقدم مساعدات طارئة لمتضرري العاصفة دانيال. والليبية للموانئ تبحث إعادة تفعيل ميناء ديرنا البحري. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أحالت مراقبة الخدمات المالية في سرت حوافظ رواتب موظفي الدولة بكل القطاعات والأجهزة إلى المصارف التجارية في المدينة. هذا وأحالت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أذون تمويل رواتب سبتمبر لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي، وذلك لاستكمال إجراءات الصرف للمستحقين. في موضوع آخر، التقى وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا على هامش الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في مدينة مراكش المغربية. ونقلت وزارة المالية في بيان عن بانجا قوله إن البنك متضامن مع ليبيا في ظل الظروف التي تمر بها المناطق التي تعرضت للفيضانات، مشيرا إلى استعداد البنك لتقديم الدعم والمساعدة في أعمال الإغاثة وتقييم الأضرار، بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بإعادة الأعمار. من جانبها، أعلنت حكومة اسكتلندا تخصيص تمويل جديد لدعم المشروعات الهادفة إلى توفير المياه النظيفة والغذاء والمأوى أيضا للمتضررين من العاصفة دانيال في شرق ليبيا وكذلك سكان قطاع غزة. وأكدت وزيرة التنمية الدولية أن الحكومة الإسكتلندية ستقدم من خلال صندوق الطوارئ الإنساني 250 ألف جنيه استرليني لدعم جهود الإغاثة في ليبيا ومساعدة المتضررين من الفيضانات التي ضربت مدن عدة سبتمبر الماضي، وذلك جراء العاصفة دانيال، على ما نقل موقع الحكومة الإسكتلندية. بحثت الشركة الليبية للموانئ إعادة تفعيل ميناء ديرنا البحري بعد توقفها عن العمل جراء الفيضانات التي شهدتها المدينة الشهر الماضي. كما تناول الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة الميناء تقرير معاينة حجم الأضرار التي لحقت بالميناء والمعدات التابعة للشركة، إضافة إلى ملف صرف مكافأة للأشخاص الذين ساهموا في التقليل من حجم هذه الأضرار. من أول لحظة مصرين أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا في مدينة ديرنا من أول لحظة الحدث، ولكن هو اليوم احنا في مدينة ديرنا إن شاء الله خير وخلف خير إن شاء الله يا رب العالمين، ونحن مساندين لإخوتنا في مدينة ديرنا وفي ميناء ديرنا. ونحن يدينا مع أيديهم إن شاء الله تنهض ديرنا من جديد بإذن الله تعالى. والله اجتماع كان كلنا من أجل الوقوف مع أخوتنا في ديرنا وشوفوا مشاكل اللي صارتهم وكذلك الأضرار اللي لحقت بوليات الشركة والميناء ومقر الشركة، وحاولنا أن نقوم بإجراءات تعويضية للناس المصابة والناس اللي فقدت أرواح، وإن شاء الله ربي يقدرنا على فعل الخير، وهذا طبعا كله من أجل ديرنا وأهل ديرنا، لأن الناس يستحقوا ومدينة تستحقوا، إن شاء الله ربي يعوضهم خير. في ملف آخر، أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي استمرار اعتصامها إلى حين الاستجابة لمطالبها، محملة الحكومة مسؤولية استمرار الاعتصام أمام الطلاب والشعب الليبي. وطالبت النقابة في بيان الحكومة طلبتهم بتخصيص قيمة مالية للمرحلة الأولى من تفعيل التفويضات المالية، وأيضا تنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات خلال مرتبات شهر أكتوبر الجاري. كما طالبت نقابة هيئة التدريس الجامعي بضرورة شروع الحكومة في استصدار قرارات إفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل ممن لم تصدر لهم قرارات إفاد. أشكر النقابة العامة السيد المستشار النائب العام على وقوفه مع شريحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل والتي سلبت حقوقها، وتدعوه للضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها. وفقا لمخرجات اللقاء المنعقد بمكتب النائب العام بتاريخ الثلاثاء الموافق اليوم الثالث من شهر اكتوبر لسنة 2023، ليتسنى للنقابة العامة رفع الاعتصام،
كما نشكر السيد المستشار رئيس مجلس النواب ورئيسي لجنتي المالية والتعليم بالمجلس لاستجابتهما السريعة لكل ما طلبته النقابة العامة منهم. ثانيا، الاستمرار في الاعتصام المعلن بقرار الأمانة العامة رقم 1 لسنة 2023 إلى حين استجابة الحكومة لما التزمت به وفقا لخطوات فعلية تثبت حسن النية، وأهمها اعتماد محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس الحكومة رقم 341 لسنة 2023 وتخصيص قيمة مالية للمرحلة الأولى من تفعيل التفويضات المالية وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات رقم 2 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 خلال مرتبات شهر أكتوبر لسنة 2023 لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين. ولمناقشة تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ نبيل الحسوني رئيس الهيئة العليا لمتابعة إفاد. أستاذ نبيل مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد مساء بلس. الخير سيدتي الكريمة، مساء الخير، أهلا بك. إذا أستاذ، لماذا نتابع هذه الأجواء المشحونة نوعا ما واستمرار الاعتصام أو العودة للاعتصامات رغم أننا تابعنا في الفترة الأخيرة أنه كان هناك اجتماع موسع وكان هناك رضاء مختلف الأطراف وتم إيجاد حل حول هذا الإشكال، إذن لماذا عودة الاعتصامات؟ حقيقة سيدتي الكريمة، تدخل السيد المستشار النائب العام بمبادرة كريمة لحل حالة ملف أساتذة الجامعات بالدولة الليبية ومؤسسة التعليم العالي، وعقد اجتماع موسع بكل قيادات أو صناع القرار أو المعنيين بملف الإفاد وملف المرتبات وملف مستحقات أعضاء التدريس من أجل التفرغ العلمي وما إلى ذلك. وكان هناك التزام يعني واضح من صناع القرار وترحيب بترحيب وشرعنة لمتطلباتنا، هي شرعية ولكن تم قبولها ولاحظنا ارتياح من كل الأطراف. كان لنا اجتماع، دعا النقيب العام لأعضاء التدريس الدولة الليبية لاجتماع الأمانة العامة لنقابة أعضاء التدريس واللي هي مكونة من جميع النقباء على مستوى التراب الليبي. كان الاجتماع يوم الأمس السبت لتقييم ما مكتسبات أو ما النتائج الفعلية والملموسة من تلك الاجتماعات. حقيقة كان من خلال الإحاطة التي قدمت لنا كنقباء نقيب عام، لاحظ معظم النقباء أنه لا يوجد أي نتائج ملموسة على الأرض، لذا طلبنا السيد النائب العام من خلال بياننا أمس التدخل مرة أخرى مع الحكومة لحل حالة الملفات أو الالتزام بما التزموا به في تلك الاجتماعات. يعني أستاذ، هل تم التراجع عن الاتفاق الذي أو عن القرارات التي تم الاتفاق عليها أم أنها لم تفعل على أرض الواقع؟ لا 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 نقول تراجع، ولكن لم نلحظ أي أعمال أو مستندات أو إجراءات ملموسة نستطيع من خلالها تقييم الوضع وفك الاعتصام. فهذا التقييم وصل إليه معظم النقباء أو لا معظم، الإجماع كان بالأمس على الاستمرار في الاعتصام. استمرار في الاعتصام إلى حد الآن، ولكن إذا لم تتطور الأمور ولم يتم حل حالة هذا الإشكال، ربما ما هي الخطوات التصعيدية التي ستقومون بها أستاذ؟ سيدتي الكريمة، نحن نتحرك وفق آلية داخل النقابة العامة. سيكون لنا اجتماع آخر في القريب لتقييم الوضع. نحن نقيم الوضع في كل فترة، يدعو لنا النقيب العام إلى اجتماع، لأن من ذلك الاجتماع يتم إما التصعيد أو الحلحلة. فنحن نتجه إلى القاعدة وهي النقابة العامة الأمانة العامة للنقابة العامة، وهي مجموع مستوى المؤسسات التعليمية.
نعم، أكيد سنبقى في متابعة لهذا الملف. شكرا لك الأستاذ نبيل الحسوني رئيس الهيئة العليا لمتابعة الإيفاد، شكرا لك مجددا. إذا نواصل معكم مشاهدينا الكرام ونمر الآن إلى خبر آخر، خبر دولي ولكن يعنى طبعا بالشأن الاقتصادي. نتحدث عن فلسطين، حيث دخلت معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال يومها 9 على التوالي، بالتوازي مع ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة بحق المدنيين العزل في مختلف مناطق وأحياء قطاع غزة، مما تسبب في ارتقاء أكثر من 2000 شهيد إلى حد الآن أغلبهم من الأطفال والنساء. في خضم ذلك قامت إسرائيل بتدمير البنية التحتية المدنية للقطاع والتي طالما كانت في أوضاع متدهورة بالفعل، وتشير الصور والتقارير إلى تضرر البنية التحتية في غزة بشكل واسع. وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، خرج مستشفى بيت حانون شمالي القطاع من الخدمة بسبب القصف الذي طال محيطه، ما أعجز الطواقم الطبية عن الوصول إليه. في اليوم التالي تعرض مستشفى العيون الدولي في منطقة تل الهوى للقصف أيضا وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وبعد عدة ساعات فقط قصف الاحتلال مبنى سكني مقابل مستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة. وتعرضت مراكز طبية أخرى للقصف بحسب وزارة الصحة في غزة، وهي مركز حيدر بن عبد الشافي ومستشفى ناصر والمستشفى الإنجليزي ورنتيسي للأطفال. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تضرر 7 مستشفيات على الأقل من القصف، إما بسبب الاستهداف المباشر أو بسبب قصف محيطها. وحتى مقر وزارة الصحة لم يسلم من القصف. في 9 أكتوبر أعلنت إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة وحظر دخول الغذاء والوقود والكهرباء وإمدادات المياه أيضا. ويملك قطاع غزة محطة وحيدة للكهرباء وقد توقفت عن العمل بالكامل يوم الأربعاء الفارط بعد نفاد الوقود. وحذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجايرك من أن نقصا حادا في مياه الشرب قد يؤثر على 650 ألف شخص بسبب انقطاع إمدادات المياه من إسرائيل إلى غزة، حيث ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية أضرارا ب7 منشآت كانت توفر خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 1 مليون شخص في قطاع غزة. وفي بعض المناطق تتراكم الآن مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة في الشوارع، مما يشكل خطرا صحيا شديدا وواضحا. كان جيش الإسرائيلي قد قصف أيضا مقر وزارة الاتصالات، وأظهرت مؤشرات عدم استقرار خدمة الأنترنت بعد تلك الضربة وانقطاع الكهرباء. وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا إنها تسعى لجمع 104 ملايين دولار مساعدات منقذة للحياة لقطاع غزة، ومن أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار 90 يوما القادمة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي. وأضافت أنها ستغطي الأموال المطلوبة لاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250 ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر، إضافة إلى 250 ألف لاجئ من فلسطين آخرين داخل المجتمع المحلي. دمار البنية التحتية في غزة أمر ضئيل جدا أمام ما يقوم به الكيان الغاصب من جرائم حرب باغتيال وقتل واستهداف للأطفال والمدنيين العزل وصحفيين أيضا في محاولة منهم لعزل غزة عن العالم. نسأل الله الرحمة لشهداء غزة الأبرار والصبر لذويهم والشفاء العاجل للجرحى والنصر للشعب الفلسطيني المجاهد. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم مجددا. اقتصاد بلاس متواصل، والآن نأخذكم إلى جولتنا في الأسواق. جولة اليوم تكون بأحد محلات بيع الأسماك بالخمس.
الحوت اصناف وانواع ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا الورثه التونسيه ربي يبارك، ورثه تونسيه حيه تبريد مش تجميد اللي 27 دينار بس. عندنا سردينه، سردينه وطنيه، سردينه مصراته ربي يبارك حيه بدمها 7 دينار كيلو ونص ب 10. عندنا قرنيط، قرنيط حي، قرنيط غطس ربي يبارك، قرنيط هذا عليه 30 دينار. عندنا مرجان، موسم مرجان توا 15 دينار، طبيخه شربه ربي يبارك. كوالي عندنا كوالي 12 دينار. عندنا سردينه الانشوقه، ام السردينه هذه على 8 دينار زوز كيلو ب 15. ام السردينه هذه فيليه ربي يبارك ما شاء الله. عندنا منكوس 7 جنيه كيلو ونص ب 10، منكوس موسمه توا. عندنا مرجان ربي يبارك، مرجان ما شاء الله، مرجان قالي 5 دينار بس. عندنا البوخه موسم جديد، بوخه حوت جديده خش علينا ربي يبارك ما شاء الله. بوخ هذا ب 8 جنيه زوز كيلو ب 15 لشوك الاعضاء، صغار ياكلوا الكبار ياكلوا ربي يبارك. طبعا عندنا الحوت الخشين، عندنا دوت، عندنا فروج، عندنا تريليا، عندنا باقرو. الفروج على 38 دينار، فروج الخمس في منباع حتى ب 30 دينار، لكن في حوت بنغازي هذا حوت الخمس، فروج الخمس ربي يبارك. عندنا الدوت ب 28 دينار، دوت الخمس، دوت حي، دوت الصبح ربي يبارك. عندنا غراب، عندنا حوت الغراب ما شاء الله حتى هو ربي يبارك، الغراب موسمه توا هذا عليه 25 دينار. عندنا شكورفو، شكورفوات ربي يبارك، شكورفوات حيات توا جايات هذا ما شاء الله عليه 25 دينار، دوت او دوت حي، دوت خمس ربي يبارك، دوت ما شاء الله فوق ب 28 دينار ونساعده خلي الناس تاكل. عندنا صفيره، صفيره 30 دينار. عندنا جغاليات هذا ربي يبارك، جغالي على 35 جنيه كان 45، جغالي حي. عندنا فروج حي ربي يبارك، فروج ما شاء الله تبارك الرحمن، فروج الخمس 38 دينار ارخص من الوطني، صلي على النبي. في دنشي، دنشي ربي يبارك، دنشي 40 دينار ملك السفره. شن ثاني عندنا؟ حويتات الورات هذه طبعا قلنا لها، عندي شلبه، شلبه ب 20 جنيه. وبهذه الجولة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.